لو تخيلت ان احداث مسلسل كابتن انوش بقت حقيقه تلعب وتكسب الاهلي فريقك ولا بتشجعه من من وانت صغير هعتذر بقى عن الماتش ده تعتذر هعتذر عن الماتش ده اه يعني لو هلاعب الاهلي عشان اكسبه او اخد منه بطوله والكلام ده ساعتها هعتذر عن الماتش ده ما انا قلتها مره في في الاهلي برضو قلت انا كنت اتمنى ابني يلعب كوره كنت اتمنى انه يلعب كوره في الأهلي، خلاص لكن لو حصل وابني لعب مع اي فرقه تانية مع وقصاد الاهلي هفضل ادعي لابني في كل الماتشات وفي الماتش دوت هدعي انه يدري للدرجه دي آه طبعا, طبعاً. الاهلي الاهلي طبعا طبعا طب <applause> انت في خناقه مين كريستيانو ولا ميسي انا مع كريستيانو كريستيانو اه بحبه تمام زعلت عليه بقى في كاس العالم اتاثرت اه معني برضو يعني الكرة مكسب وخسارة يعني برضو ميسي يستحق ولا أنت شايف إيه؟ طبعا يستحق طبعا يعني هو كان زعل عاطفي ميول عاطفي من دعوة بال... يستحق ولا طيب نروح بقى لشوية أسئلة عامة أسئلة شوية أسئلة وعاوزاك تجاوبها أه فنان صاحب تمثال نهضة مصر عهود مختار طب هقول لك جزء من أغنية وتقولي بتاعت مين اوكي لو جمعوا لوحات العالم حتى الموناليزا ميزه بواجهك انت الاجمل من يحمل هالميزه انا اول مره اسمعها بس دي قاسم الساهر اه برافو انا شخصيا وانا بقراها ما عرفتهاش هتلاقي عندي وعود كدابه وكبرت على ولا شيء مضمون لا انا نانسي عجرم اليسا طب انا هقولها لك بطريقه ثانيه هتلاقي عندي واد كدابه وكبرت على ولا شيء مضمون، لا ده انا غنيت لك مش ويجز ويجز البخت مم. اه اه اوكي بحبه قوي بس انا بفصل قوي دي اغنيه دي يعني مم. اه كسرت الدنيا طيب فيلم انكل زيزو حبيبي للفنان محمد صبحي طبعا الفنان الكبير طبعا. كان فيه ديك فاكر اسمه؟ لهيطه <applause> برافو طيب فنان قدم دور شخص المجنون جوه الاسانسير في فيلم بين السماء والارض عبد ابراهيم الله الله اه لا هو فروت فعلا <applause> عدد ولاد فتن حمامه في فيلم الامبراطوريه مين ستة بالظبط طيب فيلم اتنكرت فيه سعاد حسني وناديه لطفي على شخصيه رجاله مهندسين ساده الرجال لا للرجال فقط أوب. لو استنيت عليها لحظه للرجال فقط صح, صح, صح. <applause> سوري الرجال لا لا سدر الرجال دي في العرض كم. صح طيب آه صاحب هدف مباراه الاهلي وريال مدريد في 2001 اه عارفه ده لعيب افريقي <applause> يوم من ايام الاسبوع اه ساندي صح اوكي ايوه اسمه ساندي صح وطيب صاحب اسست هدف جده في نهائي الامم الافريقيه امام غانا في 2010. ابو تريكه ال 1 2 قبل ما يرميها في البعيده. زيدان اه صح <تصفيق> صح <تصفيق> زيدان طب صاحب الهدف الاول الاهلي امام الزمالك في مباراه ال 6 1. رضا شحاته هايل 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 <applause> فرود الفروضة بجد بيوي فؤاد <applause> وبكده تبقى انتهت كل اسئله